مرحبا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. اليوم وكما كل يوم لدينا المزيد من الأخبار التي شغلت ساحات التواصل الاجتماعي، وعلى ما يبدو أن موضوع الانتخابات يشغل الكثير من العامة. في العنوان الأول: حالة استياء ويأس من الحكومة الحالية تسيطر على الشارع العراقي وسط حديث متواصل عن الانتخابات. إلى العنوان الثاني، وفيه جواد الخالصي يقول: إن من يذهب للانتخابات يؤكد أنه أحمق وجاهل ويخون البلد علنيا. في العنوان الثالث، مواطنون يؤكدون أن الميليشيات والحكومة الحالية والمرجعيات وراء كل دمار يأتي على أرزاقهم ومصالحهم. العنوان الرابع، فيه تواصل اصطياد طائر الفلامينغو وسط غياب الرقابة الحكومية الذي يؤدي إلى استمرار الحالة. المواطن فقد الثقة بالمرشح وبالانتخابات، فلا شيء بات يقنعه في ظل ما يعيش من واقع يثبت أن البلاد تتقدم ولكن إلى الوراء. ديار رقم واحد، أقول من الدوام مالكم مش بيه، انتهى. أنا زود القلابات هم نقول. ما أريد القلاب، هلا أقول لك. أنت تفتح الإذاعة تريد. أي مو ما أريد. يا أخي انتبه عليه، انتبه عليه، برخصتك انتبه عليه. أني كم أسأل بس فدوا رأيك، أنا ما أريدك. الله يخلي أبوك، أخذ غرارك ولا خذتهن، اطلع برا. رحمة على والديك، اطلع برا. اطلع برا ما اريدك. انا مواطن دا امثل هواية ناس، اقول لك اللي اخذته من 2003 بالعافية عليك، وخذهن. انا هسه ما اريدك. لا نريدكم هنا، ارحلوا وكفاكم ما اخذتموه من مالنا ووقتنا وحياتنا، اجمعوا اشياءكم وانصرفوا. هكذا اصبح لسان الشارع اليوم. هاي الكلاوات وهاي الامور التافهه، بعد ما تمشي بس اكمل دقيقه واحده. حروح بس دقيقه. يلقي بيان رقم واحد يقول لهم عيني شكرا، امريكا شكرا، دول العالميه نشكركم، احنا اديتوا الواجب، قتلتوا حوالي 3 4 ملايين بالعافيه، بقتوا ثروات حوالي 2000 مليار بالعافيه، بقتوا ذهب حوالي 50,000 طن من الذهب اخذتوهم بالعافيه، تفضلوا طلعوا برا. اخرجوا من العراق واتركوا العراق وأهله، ولا تكذبوا علينا وتسوقوا علينا كذبة الانتخابات. حين تتحدث عن الانتخابات وبطاقة الناخب في كثير من المحافظات العراقية، تجد المواطنين مقتنعين حد اليقين أن الوجوه السياسية التي نصبت نفسها على العراق لا فائدة منها ولا أمل بإصلاحها، لذلك يتواصل رفضها وعدم الاستجابة إلى تلك الدعوات، ومن الشارع إلى الشخصيات الآن. جواد الخالصي، وهو مرجع معروف لدى الشيعة طبعا، يرى أن من يذهب إلى الانتخابات يخون العراق بشكل علني. تعالوا نستمع معا إلى ما أراد أن يقوله الخالصي. لكن يريد ينتخب، خليه يروح ينتخب، احنا ما علينا منه، ليه دخلنا بنقاش؟ إذا كنا نقول هذا حتى لا نتناقش في هذه المرة، أقول من يذهب إلى الانتخابات يؤكد أنه أحمق وجاهل ويخون البلد خيانة عملية، لأن قبل كان أكو مجال خداع، إحنا نعطينا فرصة لتظهر الأمور، الآن لا يوجد مجال للخداع، إلا إذا واحد هو أحمق، شو اللي يسوي نفسه اللي يسوي، لكن المرة هذه المرة الذهاب للانتخابات إثم قطعي ظاهر، لأنه مثل واحد يقشمر نفسه ويخلي نفسه أداة بيد أعداء الإسلام وأعداء الدين والفسق والفجرة. ليس هذا كل ما لدى الخالص، فهو يرى أن السياسيين الذين أفرزتهم المرحلة للواجهة يراهم وجوها بائسة لا طائل منها ولا فائدة تعود على الشعب من ورائها. نتابع الآن. أؤكد، شوفوا وجوه المتحالفين، سبحان الله، كلها وجوه بائسة لا تبشر بخير. إذا بهم واحد زين فأبو 20 واحد مو زين، تقوون على شنو؟ نعم سوى ذلك واحد منهم يقول أنا أخوض الانتخابات، إذا بخير يخوضها وحده، يقول أني وناس صالحين معي سنخوض الانتخابات، الشعب هو اللي يصوت لنا يصوت لنا، ما يصوت لنا الشعب هو المسؤول مثلا، يعني هذا أحسن الفروض الممكنة إذا قلنا بذلك. مشهد السخط والغضب على المسؤولين وكذبهم أصبح حديث الشارع في العراق اليوم، وهنا نستذكر الحوادث التي تقع في الأسواق العامة
كالشرجة مثلا وغيرها في بغداد أو أي محافظة عراقية أخرى. طبعا مواطنون ذكروا أن الحكومة وما يطلق عليها مرجعيات يعرفون بشأن الانفجارات وربما قبل وقوعها، ويعرفون أيضا من الجهات التي تقف وراءها، وأن الحكومة صامتة عما يحدث ولا تتحرك لإيقاف ما يقع من تفجيرات بين الحين والآخر. استمعوا الآن إلى الشهادة القادمة. دائما قبط بياع ما يقوم القراش كيات، هاي الشغلة حكينا بها ألف مرة. قاطع مور بغداد جيدة وجماعة هاي الاتحادية اللي هنا موجودين، السائق ينطيهم كارت يعطيهم ألف ألفين ويطلبوا سيارته، فهي هاي طقة اليوم من وراها. هاي شقق بها أخوتي اثنين، وهاي قاعة مال أخويا مال حديد. الحمد لله هم سالمين، راحت سكنهم راح، رزقهم راح، مو مشكلة. بس أبدأ أقول شغلة واحدة، إحنا الحكومة غسلنا يدنا من عندها، وما دام نطالب أي شيء بعد الحكومة، ومن طلعنا للحشد ضبر المرجعية. كل هذا اللي يصير خطيته ورقة المرجعية. المرجعية هي المسؤولة، إحنا الشعب نشور المرجعية. غلطتنا نشور المرجعية. كل هذا اللي يصير بينا سبب المرجعية، بعد ما شال الحكومة. حكومة 13 سنة نرميها فاسدة ومنتين موضوعها. لا يعرفون الشعب إلا في الانتخابات لا غير، والحديث عن الأمن والأمان يبقى دعاية انتخابية جيدة بالمناسبة، ولكن لا محل لها في ميدان العمل والتطبيق الميداني. هكذا هي المعادلة الواقعية في العراق بين الشعب وبين أولئك الذين نصبوا أنفسهم عليه مسؤولين يتحكمون بحاضره ويقيدون مستقبله. إلى موضوع مختلف تحدثنا عنه سابقا، ولكن لأن المشكلة ما زالت متواصلة كان ينبغي أن نتحدث عنها. طائر الفلامينغو للأسف ما زال يصطاد بشكل جائر في العراق ويؤكل رغم مرارة لحمه وكثرة العظام في لحمه، وكأن العراق أصبح يعاني شحا في اللحوم لا قدر الله. شاهدوا لتشهدوا ومن ثم لنا عودة. في فقرة آراءكم الحديث كما ملأ الشارع العراقي طولا وعرضا، الحديث حاليا عن البيان المسرب من مجلس الوزراء الذي يجبر الموظفين في مختلف وزارات العراق أن يذهبوا لتحديث بطاقاتهم الانتخابية وإلا يفصلون من وظائفهم أو لا يتقاضوا رواتبهم. العبادي ينفي صدور مثل هذا البيان ويقرر تشكيل لجنة تحقيق، وهنا يحضرون بيت شعر القائل: إذا كنت لا تدري يا العبادي فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. نتابع الآن هذا البيان الذي صدر والذي أنكره لعبادي، هذا البيان المروس باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء دولة العراق. طبعا العبادي نفى أن يكون هذا البيان سليما، وفي هذا البيان دعوة للمواطنين من أجل تسلم البطاقة الانتخابية، ويقال عن الأهمية ولإجراء الانتخابات في موعدها، ولكن الحديث هنا يؤكد أن الموضوع فيه من الابتزاز ما فيه. الموظفون التابعون لمختلف الدوائر الحكومية والوزارات الذين لا يحدثون البطاقة الانتخابية لربما هم معرضون لخطر التسريح والفصل، أو أقل القليل عدم تلقي وأخذ مرتباتهم نهاية آخر الشهر، هذا إذا أخذوا مرتبات. الآن نذهب إلى التعليقات التي اهتمت في هذه القضية وسلطت الضوء على هذا الموضوع. نذهب إلى التعليق الأول الآن في هذا الموضوع. كتب علي: الدستور الذي وضعتموه لنا كفل حق المشاركة، ولم يقل في فقرته رقم 20 إنه يجب علينا المشاركة في الانتخابات، وإنما يحق له المشاركة. يا من نهبتم البلد. علي هنا يتحدث عن القمع، كيف تفرض على موظف في أي دائرة حكومية كانت أنه ينبغي عليه حتى يحافظ على رزقه وقوت عياله، ينبغي عليه أن يقوم بالانتخاب أو أن يجدد البطاقة الانتخابية،
الفقرة 20 أو المادة 20 في القانون العراقي لا تتحدث عن إجبار الموظف أو إجبار المواطن العراقي أن يذهب للانتخابات، ولكن هناك على ما يبدو قانون ألغاب تفرضه فرقة وجوقة العبادي ومن يلف لفيفه. إلى موضوع أو تعليق جديد في هذا الموضوع، وليد عبد الجبار يكتب: إخوان، هذه رسالة ضغط حتى الناس تطلع بطاقة انتخابية غصب عنها وتروح تنتخب. وليد عبد الجبار باختصار يقول: هذا أسلوب ضغط، هذه طريقة للابتزاز، هذا أسلوب ينتهج حينما شاهدوا أن هناك حالة من العزوف للتسجيل وتحديث بطاقات الانتخاب وتقبل فكرة يعني انعقاد انتخابات جديدة في العراق، بعدما شاهدوا أن الشارع ساخط عليهم ويرفض هذه الانتخابات لاقتناعه ضمنياً ومسبقاً أن نتائجها محسومة لطرف ولن تعود على الشارع العراقي بأي خير يذكر، لذلك قاموا بعمل هذه الخطوة الابتزازية التي أنكرها العبادي. إلى تعليق جديد. التعليق الجديد من روناغ تكتب: واللي مو موظف شو تسوون بيه؟ بغصب تاخذونه من بيته الانتخابات، طيح الله حظك يا حكومة. هنا تتحدث هذه الفتاة العراقية عن المواطنين الذين هم ليسوا موظفين في أي من دوائر الدولة أو في أي من الوزارات. هل أيتها القوات الحكومية ستذهبون حتى تجبروا الناس على الخروج من بيوتهم والذهاب إلى تحديث بطاقاتهم الانتخابية ومن ثم التصويت لكم ولمن يحركونكم؟ طيح الله حظك يا حكومة، هكذا تقول الفتاة التي علقت على فيسبوك وليس أنا بالمناسبة. إلى تعليق جديد. في هذا التعليق علي يكتب: خوش تهديد للمواطن، يا تنتخب غصبا عليك يا تموت من الجوع. علي اختصر المسألة وقال إن الفكرة هي عبارة عن ميزان، الحكومة تفرض هذا الميزان على المواطن، إما أن تحصل على قوت يومك من خلال تسجيل أو تحديث سجلك الانتخابي والنزول إلى الانتخابات، وإما الجوع. بربكم، هل مثل هذا يحدث في أي من دول وبلدان العالم، خصوصا فيما تسمى دول العالم الثالث؟ هل يحدث مثل هذا النوع من القمعيات والاعتداء على حريات المواطنين وحقهم أقل القليل بأن يقولوا لا نريد؟ إلى تعليق جديد. في هذا التعليق الأخير علي يكتب: تدرون لحد الآن بس 20% فقط محذفين بطاقاتهم، وهاي عودك بيهم من الخوف حدث بطاقته، يعني إن شاء الله تفشل الانتخابات. علي يقول إن هناك 20% فقط من قاموا بتحديث بطاقاتهم الانتخابية، وإن هناك نسبة لا بأس بها من هذه 20% نزلت مجبرة حتى تحافظ على قوت عيالها، ونزلت للأسف مرغمة، أي أن هناك في 20% ليس كلهم يؤيدون فكرة الانتخابات، وإنما هناك من أجبر على ذلك. لك الله يا عراق ولكم الله أيها العراقيون. كل هذا يثبت أن فكرة الانتخابات مسألة محسومة مسبقا لدى من يروج لها، ولكن الشارع يعي جيدا أنها ليست في صالحه، وأنها فقط لترسخ فكرة بقاء الأنظمة القمعية التي لا تخدم الشعوب وإنما تخدم الجيوب. بعد قليل نذهب إلى تويتر. وفيما يتعلق بثقافة الجيوب، ولكن قبل الانتخابات يخرجون من جيوبهم القليل من أجل المواطنين. نشط مؤخرا وسم إلكتروني على تويتر هاشتاج تبيع صوتك بطانية، هذا طبعا في إطار الانتخابات. تبيع صوتك ببطانية بمعنى أن هناك الكثير من المحتاجين، وهناك من يستغل حاجة الآلاف ولربما عشرات أو مئات الآلاف من العراقيين، لا سيما الموجودين في بعض مخيمات النزوح لحتى الآن. هذا الهاشتاج نشط. لنقرأ الآن عليكم بعض التغريدات التي ذيلت بهذا الهاشتاج. إلى التغريدة الأولى الآن، كتبت رهف: يعني كانت قنية بوتيتا كيس بطاطا أو دجاجة مشوية، صار تطور صارت بطانية وتقولون ماكو إصلاحات. رهف بأسلوب ساخر تقول: قديما حتى يغروا المواطنين بالنزول إلى الانتخابات كانوا يقدمون لهم كذا وكذا وكذا وكذا، اليوم اقتصر فقط أسلوب الإغراء من الحكومة وممن يريد أن يصل إلى مركز معين في العراق على حساب عذابات العراقيين، أصبح أسلوب الإغراء المقدم للمواطنين فقط مجرد بطانية.
لن تفعل شيئا للأسف. إلى تغريدة ثانية. مثنى يكتب: مع الأسف كان الشعب لا يعي مثل هذه الأمور، أما الآن أكيد صارت صعبة هذه السوالف. الانتخابات سوف تفشل وهم سوف يضعون قانون نجاح. مثنى يقول إن هناك من لا يزالون يرزحون على صدر الشعب العراقي. الانتخابات لا فائدة منها لأن الأمور أو الدرجات أو عفوا يعني النتائج محسومة مسبقا لصالح الوجوه السياسية التي ما زالت قائمة وتريد أن تواصل الضغط على المواطن العراقي، تواصل التنغيص عليه في حياته ومعيشته اليومية، تواصل يعني إضافة المزيد من الأعباء على عاتقه. إلى تغريدة جديدة. في هذه التغريدة التي كتبتها جيهان: الحمد لله من الدورة الأخيرة ما لوثت إصبعي بالبنفسجي لئلا أتحمل شيئا من انحراف السادة النواب. تبيع صوتك بطانية. هذه الفتاة العراقية تقول: منذ أن بدأت الانتخابات في العراق ما بعد الاحتلال لم ألوث إصبعي بأن أذهب وأنتخب حتى لا أكون قدمت للمشهد العراقي بعض الأوجه التي تتحكم بمصيره ومصير أبنائه دون مراعاة الله في مستقبل الأجيال الناشئة التي تفتح أعينها على عراق منهوب لصالح من يعمل لصالح جيبه وليس لصالح أبناء العراق. إلى التغريدة الأخيرة. في هذه التغريدة كتب زكريا: صوتي سأحتفظ فيه لنفسي فقط ولن أدلي به لأي من الأحزاب الفاسدة. تبيع صوتك البطانية. وهنا نتحدث عن الأكثرية الصامتة التي لن تنزل ولن تشارك بالانتخابات، وهذا يعني أمر أصبح شبه ظاهرة في العراق اليوم. الكثيرون يرفضون الحصول على بطاقة الناخب، يرفضون كل مظاهر الابتزاز، يرفضون عودة الأوجه هي في ذات السياسات وذات الأجندات تعمل لصالحها وتنسى الشعب العراقي الذي يحتاج قيادة حقيقية، لا قيادة تخدم ذاتها ومصالحها ومن حولها فقط. بعد قليل نذهب وإياكم إلى فقرة المقاطع المصورة. الفضائح الأمريكية باحتلال العراق. وفي هذا المقطع المصور نظرة على الأحداث التي سبقت الاحتلال الأمريكي وعودة ذكرى الرد على تل أبيب في الكيان الصهيوني. تعود الذكرى السنوية في عامها 27، وفي هذا اليوم 18 من يناير كان الرد على الكيان الصهيوني بإطلاق صواريخ عراقية على هذا الكيان المغتصب لأرض فلسطين. دعونا نتابع ومن ثم لنا عودة وتعقيب. وابتدأت المنازلة الكبرى في أم المعارك بين الحق المنتصر بعون الله وبين الباطل المندحر لا محالة إن شاء الله.
في هذه الحرب والعدوان الذي شهد تآمر الولايات المتحدة الأمريكية وإلى جانبها عدد من الدول ضد العراق الذي ظل صامدا وقال إنه لن ينكسر. وتعديلا لمعلومة وردت في هذا الجرافيك قبل قليل، هذا المقطع المصور الذي شاهدتموه، الرد العراقي على تل أبيب لم يكن يوم 18 فقط، إنما القرار كان يوم 17، وبدأت رشقة الصواريخ من يوم 18 واستمرت في الأيام المتواصلة من أيام الحرب التي قاربت 40 يوما، حينها أطلق العراق 39 صاروخا على تل أبيب الكيان الصهيوني. في المقطع القادم موضوع مختلف، عدد من جوازات السفر العربية تصنيفها ضعيف ومتأخر، والعراق منها للأسف. نتابع. على ما يبدو أن كلنا في الهم شرق، نسأل الله أن يحسن أحوالنا وأحوال أمتنا العربية والإسلامية. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام كل ما لدينا في هذا العدد من تواصل دوت كوم. لاحقا ألتقيكم على خير، إلى اللقاء.